السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، تعرفنا في فيديوهات سابقة على طريقة الحصول على بعض الشواهد، ومن بينها شهادة مايكروسوفت تيمز من موقع مايكروسوفت. الآن سوف نرى كيف يمكن الحصول على شواهد أخرى أيضا من نفس الموقع، ونغني بها إن شاء الله سيرتنا المهنية. إذن الطريقة هي كالآتي: نلج إلى موقع إديوكاسيون مايكروسوفت تيمز كما تلاحظون، إديوكاسيون مايكروسوفت، عفوا إديوكاسيون مايكروسوفت، ثم كونيكسيون بنفس معلومات مسار يعني تعليم بوان ام ا، ثم نجد هنا Explore les cours يعني جميع الدروس الموجودة، ونجد هنا الدروس، فهذه كلها عبارة عن دروس، وعند إكمالها يحصل الأستاذ على شهادة في الموضوع. مجموعة من الدروس كما تلاحظون، سواء في ويندوز 10 أو تطبيقات مايكروسوفت أو في أوفيس، مجموعة من الدروس. أي درس أحببت أن أشارك فيه كنضغط عليه، ويندوز 10، نعم كما تلاحظون، كومونسي لو كور، كنضغط على كومونسي لو كور، ثم ألج إلى هذه الصفحة. هنا عندنا تقريبا ثلاثة موديلات. الأول هو كالآتي، عبارة عن فيديو، يعني بعد قراءة الفيديو أضغط على سويفون ومشاهدته، أضغط على سويفون، ثم أيضا مشاهدة الفيديو الثاني سويفون، أيضا مشاهدة الفيديو الثالث، ثم نلج إلى كيستيونير الأسئلة. عندنا هنا 5 أسئلة، كنجاوب على الأسئلة بالضغط على السؤال الصحيح، ثم نضغط على Envoyer la réponse. Envoyer la réponse، وخاصنا نحصل على نتيجة لا تكون أقل من 80% لكي أجتاز وأحصل على شهادة هذا الموديل هذا. وبالنسبة لاستخراج وطبع الشواهد فهو نجده هنا، يعني في الأعلى في بروفايل، في الأعلى في صفحة البداية اللي دخلنا ليها من إديوكاسيون مايكروسوفت، في بروفايل هنا كنلقى أفيشي مون بروفايل، كنلقى الشواهد المحصل عليها، كنضغط هنا على أفيشي لي ديتاي، أفيشي لو سيرتيفيكا، ثم كتطلع ليا الشهادة المحصل عليها، يعني مجموعة من الشواهد يعني ما نخليهمش ونستافد منهم. كنضغط هنا على تيليشارجي وكيتم التحميل ديالها في الحاسوب ديالي أو الهاتف، يعني نحاول إن شاء الله نستافد من هاد الشواهد هادي. فمجموعة من المجزوءات نقراهم ونستافد منهم، كتضمن مجموعة من المعلومات كثيرة كما قلنا هنايا اكسبلوري لو كور، وكنلقى مجموعه من الدروس كنجتازهم وكنحصل على الشواهد ديالي. ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم ان شاء الله، ولا شي تساؤل ولا انتقاد ولا اي حاجه نرحب بها، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.